مشاهدي بلقيس أينما كنتم أهلا ومرحبا بكم إلى حلقة جديدة من برنامج كشك الصحافة، والبداية بالعناوين. الحوثيون يحولون أرضا تابعة للخطوط اليمنية بصنعاء إلى مقبرة. ميليشيا الحوثي تفرض أتاوات على المدارس الأهلية في إب. في تقرير اقتصادي، اليمن كان يمكن أن يكون مثل الأردن. ومن أخبارنا المنوعة، اعتقال قاتل بعد 20 عام من تنفيذ جريمته. مقبرة جديدة وسط العاصمة صنعاء، ووفقا لموقع يمن مونيتور فإن الأرض التي ستقام عليها تم نهبها من موظفي اليمنية. وعنوان الموقع: الحوثيون يضغطون لتحويل أرض تابعة للخطوط الجوية اليمنية إلى مقبرة. وقال الموقع إن الحوثيين قرروا بناء مقبرة جديدة لقتلهم في أرض مملوكة للخطوط الجوية اليمنية وسط العاصمة صنعاء، لكن موظفي الشركة رفضوا ذلك. وأوضح أحد موظفي الشركة اليمن مونيتور قائلا: فوجئنا بمسلحي جماعة الحوثي وهم يخططون الأرض المجاورة لمبنى الشركة في حي الحصبة كمقبرة خاصة بقتل الجماعة، وبدأوا يطالبون بتسليمها بشكل رسمي من قبل الشركة وفرض واقع على إدارة الشركة. ورفض الموظفون في الشركة تحويل الأرض المجاورة لمبنى عملهم إلى مقبرة. وقال موظفون ليمن مونيتور إن الحل الوحيد الذي كان أمامهم هو القيام بإدخال جميع سياراتهم إلى وسط الأرض، معبرين عن عدم تنازلهم في تحويل جزء من ممتلكات الخطوط الجوية اليمنية إلى مقبرة لمقاتلي الجماعة. وأشار الموظفون إلى أنهم يخشون انتقاما حوثيا بسبب ما قاموا به، لكنهم سيقفون يدا واحدة ضد أي انتهاكات محتملة. وحولت جماعة الحوثي الحدائق الصغيرة وأراضي الوقف المتنازع عليها إلى مقابر لقتلاها بعد أن امتلأت ما يقارب 16 مقبرة تم إنشاؤها خلال فترة الحرب في أمانة العاصمة. تضليل السياسة السعودية في اليمن. تحت هذا العنوان كتب شاكر محمد خالد ما قاله المنشور في موقع قناة بلقيس، مضيفا في جزء من المقال: تخوض السعودية حربا ضارية في اليمن منذ أكثر من 3 سنوات ونصف تحت شعار مخادع ومضلل، استعادة شرعية الرئيس هادي. لا أحد ينكر الضربات المؤلمة والمتلاحقة التي تلقتها ميليشيا الحوثي من قبل سلاح الجو السعودي والإماراتي المتطور خلال هذه المدة، لكن في المقابل هناك حسابات وتقديرات رخيصة لولي العهد السعودي محمد بن سلمان ونظيره الإماراتي محمد بن زايد. هناك أيضا تأخير متعمد في الحسم العسكري وعبث كبير طال معنويات جنود الجيش الوطني في جبهات المعركة بعدة محافظات. خلال الأسبوعين الماضيين فقط استهدف سلاح الجو السعودي والإماراتي خيرة رجالات جنودنا في محافظتي الجوف وحجة، وغارات أخرى استهدفت مدنيين معظمهم أطفال في مديرية الدريهمي بمحافظة الحديدة. مثلت هذه الهجمات صدمة جديدة للباحثين عن إنصاف الضحايا الأبرياء والمطالبين بنتائج التحقيقات في الضربات السابقة المماثلة. توصلت منظمات حقوقية إلى أن التحقيقات التي يجريها الفريق المشترك للتحالف زائفة ومضللة، وأكد تقرير لمنظمة هيومن رايتس ووتش أن المحققين كانوا يتسترون بشكل أو بآخر على جرائم الحرب. كما طالبت المنظمة مجلس الأمن بمعاقبة قادة التحالف على هذه الجرائم. في الحقيقة لم تكن علاقة اليمن مع السعودية ودية على الدوام، لكنها لم تصل إلى هذا المستوى من الانحدار. فما يجري للأسف كان كله تحت شعار مضلل للسعوديين، وهو استعادة الشرعية في اليمن. هناك شيء آخر يمس كرامة اليمنيين وكبرياءهم. مثلت السعودية الأرض المباركة التي يأوي إليها اليمنيون من جور الظلم والفقر، لكنها في غمرة قيادة هذه الحرب المجنونة في البلد تخلت عن مسؤوليتها الأخلاقية
وفرضت إجراءات ظالمة بحق العمالة الأجنبية، ولم تستثني العمالة اليمنية منها. فرضت ميليشيا الحوثي الانقلابية على المدارس الخاصة بمحافظة إب دفع إتاوات وجبايات مالية، وعنون موقع الصحوانت. ميليشيا الحوثي تفرض إتاوات على المدارس الأهلية بمحافظة إب، وقالت مصادر محلية بأن ميليشيا الحوثي طلبت من جميع المدارس الأهلية في إب دفع جبايات مالية جرى تحديدها على كل مدرسة بعد مطالبتهم من المدارس الرفع بأعداد الطلاب الذين درسوا فيها خلال العام الماضي. وبحسب المصادر، فبعد إبلاغ كل مدرسة بأعداد الطلاب والطالبات، تم إلزامهم بدفع المبالغ المحددة دعما لما تسميه الميليشيا بالمجهود الحربي. وقال الموقع أن هذه الجبايات تأتي بعد أسابيع من فرض جبايات سابقة تحت مسمى طباعة المناهج الدراسية للعام القادم، في ظل عزم إدارة تلك المدارس رفع الرسوم الدراسية بفارق كبير عن الأعوام الماضية. إلى موقع المصدر أونلاين، والذي عنون حول موضوع مطالبة عدد من الصحفيين للحكومة الشرعية بالعمل وفقا للقوانين وعدم تجاوزها، وعلق الموقع: بعد إخفاء قرارات تعيين أقارب المسؤولين، مطالبة واسعة للحكومة اليمنية بنشرها في الجريدة أو بنشر الجريدة الرسمية. وقال الموقع: وقع أكثر من 500 صحفي ومحامي وناشط حقوقي ومدني ضمن مبادرة شعبية سميت صحفيون ومحامون لمكافحة فساد الوظيفة العامة، رسالة تطالب وزارة الشؤون القانونية بنشر وإتاحة الجريدة الرسمية منذ العام 2015 وحتى الآن بموجب قانون الجريدة الرسمية الصادر عام 1992. وأكد الموقعون على الرسالة الصادرة عن المبادرة الشعبية على ضرورة النشر في الجريدة الرسمية المعنية بالقوانين والقرارات المختصة بقرارات رئيس الجمهورية وقرارات رئيس مجلس القضاء الأعلى وقرارات رئيس مجلس الوزراء وكذلك القرارات الوزارية. يتابع الموقع أن هناك تزايد في التعيينات لأقارب الوزراء والمسؤولين في العديد من المناصب الحكومية والدبلوماسية، وقد أثارت هذه التعيينات موجة غضب واسعة في أوساط الرأي العام، وعمدت مؤخرا الجهات الرسمية اليمنية إلى إصدار تلك القرارات بشكل غير معلن حتى لا تتعرض للانتقاد من النشطاء ووسائل الإعلام. ليس ثمة حل مستعجل حتى ولو كان السيد مارتن جريفيث ساحرا، هذه إحدى فقرات مقال كتبه منصور هائل وتنشره بلقيس مضيفا في جزء منه. اليمن التي كانت إلى 21 سبتمبر عام 2014 لم تعد قائمة ولن تعود. النظام السابق انتهى غير مأسوف عليه بعد أن عاث فساداً واستشرى الفساد في كامل أوصاله ومفاصله حتى تعفن وتآكل وتحلل وتناثر إلى ميليشيات وأمراء حرب وجنرالات للإيجار وأيتام ثلاجة وتجار سلاح ومخدرات وعقارات وبورصة عابرة للقارات. ليس بالإمكان استعادة النظام السابق في صنعاء ولا ذلك الذي كان في عدن ولا ما كان قبلهما، ومن المستبعد أن تستعاد اليمن في الأفق المنظور، فهي لم تعد موجودة واقعيا وعينيا أو على نحو ما رسمته كتب التاريخ والجغرافيا أو كما ارتسمت في المخيال الجمعي. لقد تشظت وتمزقت وتبعثرت إلى إمارات ومقاطعات ينهشها القتلة واللصوص وقطاع الطرق والأصوليون والوصوليون وقراصنة الداخل والخارج. لا بد من الانتظار سنوات طويلة قبل أن يعود بعض الاستقرار وتتهيأ الفرصة للتحكم في مسارات الأمور. ينبغي أن يكون واضحا أن المعركة ستكون طويلة ومكلفة ولا شيء يؤشر أو يبشر بحل على المدى القصير، ويمكن التخفيف من الضغط النفسي الذي تحدثه الوضعية الجديدة، وضعية الجهل بما سيحدث غدا بعد أن كانت الأيام كلها نمطا واحدا رتيبا، بالاستعادة للسيناريوهات التي كانت مرسومة أمام الشعوب العربية كما يقترح التونسي محمد الحداد. لقد دخلنا في سيرورة الفوضى الخلاقة، والواضح أن الفوضى هي الغالبة إلى أجل غير معلوم، ومعها يبدو أننا سنخسر كل شيء إلى أن تحل مرحلة الخلق وتتشكل مجتمعاتنا مجدداً على أسس صالحة بعد معاناة أليمة
لن تكون بطول قرون الاستبداد التي خربت هذه المجتمعات وفخخت أعماقها التي تتفجر اليوم في وجوهنا وتنسف رؤوسنا. في تقرير ترجمته صحيفة الأيام الصادرة في العاصمة المؤقتة عدن عن الأتلانتيك ريفيو، اليمن كان يمكن أن يكون مثل الأردن. وقال التقرير: في الآونة الأخيرة نشر البنك الدولي تصنيفه السنوي حول الدخل العالمي ل 189 دولة و 28 اقتصاد آخر. كانت الأردن وسوريا واليمن من بين الدول التسع التي ارتفع أو انخفض مركزها ليعكس التغييرات في الدخل القومي الإجمالي. تقدمت الأردن من الدخل المتوسط الأدنى إلى بلد متوسط الدخل الأعلى، وتسببت آثار الحروب الأهلية في سوريا واليمن بشكل مثير للدهشة في انخفاض الدولتين من الدول ذات الدخل المتوسط الأدنى إلى أدنى درجة في سلم الدخل المنخفض بواقع 995 دولار أو أقل للفرد. يتابع التقرير: تسبب النزوح الجماعي للسكان والتراجع الكبير في الإنتاج والدمار المادي في خسائر بمليارات الدولارات في كلا البلدين، حيث تغيب الصناعات التي أعطت الناس رزقا في السابق. انخفض إجمالي الناتج المحلي الحالي لليمن بنسبة 47% من أرقام ما قبل الحرب. يشكل الإنتاج الزراعي والنفطي أجزاء كبيرة من الاقتصاد اليمني، واليوم أصبحت قطاعات شريان الحياة محدودة بسبب القتال المستمر. تتراوح تكاليف إعادة البناء التقديرية ما بين 200 إلى 500 مليار دولار في سوريا و 88 مليار دولار في اليمن. هذه التقديرات لا تعترف بالجيل غير المتعلم ولا نقص الأفراد المهرة والمتعلمين. حتى مع المساهمات الكبيرة من المجتمع الدولي، فإن سوريا واليمن سيتطلبان عقودا أو أجيالا للعودة إلى أرقام ما قبل الحرب. ليس الأمر فقط بالنسبة للسوريين واليمنيين، بل للمجتمع الدولي أن يميز عندما تتوقف القنابل ويعيد بناؤها. فاصل قصير ومن ثم نعود لمتابعة أبرز ما أوردته الصحف العربية والعالمية، بالإضافة إلى بعض الأخبار المتنوعة. من جديد أهلا بكم إلى كشك الصحافة، ونذهب لمطالعة أبرز ما قالته الصحف العربية والعالمية في الشأن اليمني، بالإضافة لبعض الأخبار المتنوعة. ما يقرب من 24 ساعة استغرقتها المنظمات الدولية كما تقول صحيفة العرب الجديد للتأكد من أن مجزرة جديدة ارتكبها التحالف العربي في اليمن بإحدى أكثر المناطق اشتعالا بالمواجهات المباشرة، وهي مديرية الدريهمي، والتي تحولت إلى صورة حية عن الحرب الكارثية والتصعيد العسكري في المدينة اليمنية الحيوية، سواء من خلال المجازر التي استهدفت مدنيين أو ظروف المعركة الصعبة. وتوقفت معها القوات الحكومية عن التقدم منذ أسبوع على الأقل، على الرغم من المساحة القليلة التي تتربع فيها المدينة، وفقا للروايات المحلية التي تقصتها صحيفة العرب الجديد. بدأت المجزرة التي أبيدت خلالها الثلاث عوائل عندما قصفت مقاتلات التحالف منزلا يعود لعائلة الأسرة ويدعى إبراهيم دحبش، ما أدى إلى مقتل 4 مدنيين وإصابته. في غضون ذلك جاءت ردود الفعل الدولية من الأمم المتحدة ومنظماتها على وجه التحديد لتركز في اتجاه واحد، وهو ضرورة إجراء تحقيق مستقل وشفاف في هذه المجازر، خاصة مع تكرارها. وإلى صحيفة ليفيغارو الفرنسية التي عنونت: اليمن، تحالف الرياض يتهم الأمم المتحدة، حيث اتهم التحالف الذي تقوده السعودية عسكريا في اليمن اليوم الأمم المتحدة بالوقوف مع المتمردين الحوثيين، بعد أن اتهمت الأمم المتحدة التحالف بتنفيذ غارات قاتلة على المدنيين في اليمن.
وقال العقيد السعودي تركي المالكي المتحدث باسم التحالف المناهض للمتمردين: نحن مندهشون من تصريحات بعض مسؤولي الأمم المتحدة الذين يتخذون مواقف جزئية تتضمن مزاعم عن غارات، وهذا يعني تبني التصريحات الحوثية ونشرها حول العالم. نظرا لأهمية المقال الذي كتبه أندرياس كلوث تحت عنوان دروس للشرق الأوسط من سلام ويستفيليا، نواصل نشر مقتطفات منه حيث نشر في صحيفة الغد. تعتقد إليزابيث فون هامرشتاين الخبيرة في مؤسسة كوربر ستيوفتينغ الفكرية في برلين بأن أول شرط لاستعادة الأمل هو أن تفهم مجموعة كبيرة الحجم من المشاركين أن الحرب لا يمكن كسبها، لا يستطيع أي من اللاعبين أن يسود، لكن كل لاعب يستطيع أن يحرم الآخرين من الانتصار. والمتطلب الثاني هو أن تتفق هذه المجموعة من المتحاربين السابقين أو الأمراء الخارجيين لدى دخول المفاوضات على ضرورة تحييد قضية الدين، حيث تتخلى الأطراف كافة عن ادعاءاتها اللاهواتية بامتلاك الحقيقة عن طريق فصل الدين عن السياسة، وأن يتفق المتفاوضون على منح عفو عام عن كل الفظاعات والمظالم التي حدثت سابقا. ومن الصعب تصور مثل هذا في الشرق الأوسط اليوم، لكن حاله كان كذلك في ألمانيا بحلول الأربعينيات. وقد أظهرت ويستفاليا أنك لا يمكن أن تحصل على السلام والعدل في الوقت نفسه، هناك حاجة إلى إنشاء مؤسسة إقليمية جديدة لمعالجة النزاعات من خلال التحكيم بدلاً من العنف. وفي الإمبراطورية الرومانية المقدسة اتخذ هذا شكل هياكل كونفدرالية ليست مختلفة عن الهياكل الماثلة اليوم في الاتحاد الأوروبي. وفي الشرق الأوسط سوف يتطلب الأمر إنشاء منتديات التحكيم هذه من الصفر، وعلى القوى الخارجية أن تضمن كما فعلت مثيلاتها في العام 1648 تنفيذ معاهدة سلام يتم التوصل إليها بمصداقية، بحيث تراقب وحداتها الأخرى في نهاية المطاف، وبحيث يلتزم الموقعون في المنطقة بالشروط. ويعني هذا أن إيران والسعودية وتركيا وروسيا والولايات المتحدة أن تلعب أدوارا مشابهة لتلك التي لعبتها فرنسا وأسبانيا والنمسا والدنمارك والسويد في ذلك الحين. ويبدو كل هذا صعب التخيل اليوم، لكنه بدا كذلك أيضا قبل 4 قرون. بعد الانتقادات الشديدة التي وجهت إليه واتهامه بعدم احترام ذكرى السيناتور الراحل جون ماكين، أصدر الرئيس الأمريكي دونالد ترامب وبحسب عربي بوست بيان رسميا أكد فيه احترامه لبطل الحرب السابق، مشيرا إلى أنه أمر بتنكيس العلم طيلة هذا الأسبوع تكريما لذكرى. وقال الموقع: على الرغم من اختلافاتنا في السياسة، أحترم خدمة السيناتور جون ماكين لبلدنا، وقد وقعت تكريما له مرسوما لتنكيس علم الولايات المتحدة إلى حين يوارى الثرى. ويوارى السيناتور الراحل الثرى الأحد، ما يعني أن علم الولايات المتحدة سيظل حتى ذلك الحين منكسا فوق البيت الأبيض وسائر المؤسسات الحكومية والعسكرية الأمريكية في الداخل والخارج. وكان العلم الأمريكي نكس فوق البيت الأبيض السبت إثر وفاة ماكين، لكن صباح الاثنين أعيد رفعه مجددا بأمر من ترامب، الأمر الذي رأى فيه كثيرون قلة احترام لماكين. وأصدر ترامب بيانه بعدما رفض الرد على أسئلة الصحفيين بشأن السيناتور الراحل الذي كان واحدا من قلة قليلة من الجمهوريين الذين ينتقدونه علانية. اعتقال قاتل بعد 20 عام من تنفيذ جريمته. فكما أورد موقع شبكة البي بي سي أن الشرطة الهولندية التي كانت تحقق في اختفاء وقتل تلميذ يدعى نيكي فيرستابن في عام 1998 أعلنت اعتقال المشتبه به الرئيسي في إسبانيا. الشرطة حددت شخصا يدعى جوس بريتش كمشتبه به بعد إجراء أكبر عملية اختبارات للحمض النووي في هولندا شملت أقاربه، وأعطت هذه العملية الشرطة دليلا على وجود علاقة بين المشتبه به وأثار لحمض نووي موجود على ملابس نيكي فيرستابن. وتجري حاليا إجراءات تسليم المشتبه به الذي كان يعمل في السابق في فرق الكشافة إلى هولندا.
وجاء اعتقال جوز في أعقاب نداء من جانب الشرطة نشر خلاله المحققون صورا للمشتبه به، وتعرف رجل هولندي يقيم في إسبانيا على الرجل الموجود في الصور وأرسل المعلومات إلى الشرطة. كان نيكي في مخيم صيفي في أغسطس عام 1998 عندما اختفى من خيمته قبل أن يعثر على جثته في غابة في اليوم التالي، وكان عمره آنذاك 11 عاما. الكاتب خيري منصور يكتب مقالا في صحيفة الخليج عن جذر هذا الداء الذي قال فيه: ما يتجاهله البعض انصياعا للنوايا أو تجنبا من الاعتراف بالتقصير هو أن العالم العربي منذ الحرب الثانية كان على موعد مع معارك استقلال تتفاوت من حيث الظروف الخاصة لكل بلد، تكون خلاصتها بناء أمة عاشت غيبوبة قومية لبضع قرون. لكن ما حدث هو أن ثلاثة عوامل تحالفت لتغيير الأهداف المعلنة على الأقل، وهي التجاذب والاستقطاب الأيديولوجي إضافة إلى المصالح الصغرى التي تطفو على السطح. وكان الدور المنوط بالنخب هو التوعية الوطنية المتجاوزة لكل حسابات آنية، لكنها لم تؤدي هذا الدور المطلوب تاريخيا وقوميا بالقدر الذي يرسخ تقاليد عمل وحفاظا على الحد الأدنى من المشترك في الأمن القومي. وحين نعود إلى الصراعات التي غطت مساحات شاسعة من العالم العربي، قد لا نجد أنها كانت بسبب اجتهادات حول الأساليب فقط، فالأحداث أيضا لم تسلم من ارتهانات هنا وهناك. وكان من أسوأ تلك الصراعات العزل الأيديولوجي بين الهويتين القومية والدينية، فتصور المتدينون أنها القومية في الخندق المقابل، واستمر الوهم حتى أيامنا. من الصور ذات الدلالة السياسية إلى تلك التي تحمل معان جميلة فقط، تتجول عدسات مصوري صحيفة التلغراف في أنحاء العالم لتلتقط صور ننقلها لكم في جولتنا المصورة لهذا اليوم. نتابع. بدون كلمات يعبر فنانو الكاريكاتير عن الأحداث وعن وجهات نظرهم حول القضايا ليكون تعبيرهم أبلغ. أبرز ما نشرته الصحف نتابع في فقرة الكاريكاتير. بهذه المجموعة من الصور ورسوم الكاريكاتير وصلنا إلى ختام هذه الحلقة من برنامج كشك الصحافة. في الغد حلقة جديدة، كونوا بخير.